حول موبايلك لبطاقة دفع، خدمة جديدة بلبنان والمنطقة للتسوق بواسطة الهاتف الخلوي. تاب تو باي وسيلة جديدة للدفع عبر السمارت فون من بنك عودة، خدمة بتسمح للمستخدم انه يدمج بطاقة الماستر كارد بهاتفه عبر سم من الفا او تاتش ويستعمل الهاتف لتسديد ثمن المشتريات عبر تقنية الاتصال القريب المدى الـ NFC، يعني ما عليه الا يلوح بهاتفه امام الجهاز الموجود عند التاجر. هي بتفيد التجار، هي السرعة والسهولة، لانه ما بقى في لزوم الواحد يبقى بالصف او ينطر الفراطة. وزعنا تقريبا 1200 مكنة عند التجار، عند تجار كل المحلات يلي بتستعمل المبالغ النقدية الصغيرة مثل السوبر ماركت، مثل الديبارتمنت ستور. بالنسبة للكونسيومر هي سيف سكيور وفيها سرعة وفيها سهولة، كويك اند ايزي، واهم شيء ترندي وبراكتيكال. لما بتستعملي انت موبايلك لتدفعي، هالدفعة بتظهر على ستيتمنت تبع الكريدت كارد تبعي، وبنفس الوقت بيجيكي اس ام اس انه استعملتيها. So it's all about speed, it's all about convenience. And at the same time, it is a very secure payment because obviously electronic payments will always be more secure than cash. Now, if you bring it to the phone, which is the most important device in most people's life, it's going to work. وهيك وبوقت بقارب عدد المشتركين بخدمة الهاتف الخلوي بلبنان 4 مليون، عم يثبت السمارت فون يوم بعد يوم إنه جزء أساسي من الحياة اليومية.